تعاقدوا مع شركة عراقية، مع شركة ديف الفرنسية، بنصب منظومة الإنذار المبكر وإطفاء الحريق في المطار بغداد. وهذا العقد قيمته 19 مليون دولار، ونصبت من يعني صار لها 10 سنوات، لكن لحد هاي اللحظة ما تشتغل. المرضى اللي بلقاه ها زين، ودرج ما عندي، حاولت اجيب درج ماكو، ورافعت المرضى هنا وعفوني وراحوا، واخابر عليهم اي هسه جايك اي هسه جايك، هذا هسه جايك ما ادري شو.